السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نبدأ في شرح كويز من كويزات مادة التي 175 البرت الأول، الكويز بتاريخ 5/8/2014. طبعا الكويز عبارة عن مجموعة من الأسئلة الاختيارية والمقالية. أول تمرين بيقول لي 2.5 في 10^9 بت بير سكند is not equivalent to، يعني لا تساوي أي من القيم التالية. فاحنا هنروح نحول القيم اللي موجودة من A لغاية D ونقارنها ب 2.5 في 10^9 بت بير سكند. أول حاجة نفهمها الكيلو والميجا والجيجا. احنا هنا بنتعامل مع سكند، يعني بنتعامل مع بت ريت أو داتا ريت. فالمفروض ان الكيلو ب10^3، الميجا 10^6، الجيجا 10^9. يبقى اذا 2.44 في 10^6 كيلو بت بير سكند، هنشيل الكيلو ونعوض عنها ب10^3، يعني هيكون 2.44 في 10^6 مضروبة في 10^3 اللي هي هتديني 2.44 في 10^9 بت بير سكند. الناتج ده هل هو مساوي للاتنين وخمسة من عشرة في 10^9؟ هو العشرة وستسعة دي زي دي، لكن هل 2.5 هي 2.44؟ لا. ليه؟ الأربعة دي أقل من الخمسة، يعني معنى كده إنها ما تزودش الأربعة الأولى، يعني معنى كده لو إحنا قربناها هتبقى 2.4 في 10^9، يعني معنى كده إن الكمية دي هي اللي لا تساوي 2.5 في 10^9. طيب نجرب نفس الخطوات مع باقي الكميات، هنلاقي 2.5 في 10^9 دي زي الأولى بالظبط. طيب رقم C 2.5 في 10^3 ميجا، الميجا هي 10^6، يعني هيبقى هنا 2.5 في 10^3 مضروبة في 10^6، واحنا عارفين لما بنيجي نضرب بنجمع الأسس، يعني الاتنين وخمسة تيجي زي ما هي، وهنا 10^6 مع 10^3 تديني 10^9 اللي هي نفس الكمية اللي في السؤال. طيب الكمية الأخيرة 2.5 في 10^6 كيلو بت بير سكند، الكيلو دي هنشيلها ونعوض عنها ب10^3، يبقى هنا 10^3 مضروبة في 10^6 في 2.5 هتديني 2.5 في 10^9. يبقى إذا إجابة السؤال هي الفقرة A اللي هي لا تساوي الكمية 2.5 في 10^9. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الرقم أو الكمية دي 3.2 في 10^11 مضروبة في 7 في 10^7، الناتج بتاعها بالساينتفك نوتيشن يكون قيمته كام؟ هنيجي كده، المفروض إن احنا هنضرب الأرقام مع بعضها وناخد الكميات اللي فيها 10^ حاجة مع بعضها، يبقى نضرب 3.2 مضروبة في 7 هتديني 22.4، ونيجي على 10^11 ضرب 10^7، احنا عارفين لما بنيجي نضرب بنجمع الأسس، يبقى هنقول 11 + 7 تديني 10^18. الكمية دي بقى عايزين نضعها على الساينتفك نوتيشن. في حالة الساينتفك نوتيشن المفروض ان بيكون فيه عدد صحيح واحد فقط ومجموعة اعداد بعد العلامة العشرية، يعني احنا عايزين نخليه 2.24. يبقى المفروض ان احنا هنحرك العلامة العشرية حركة او خانة واحدة جهة اليسار، يعني معنى كده ان احنا هنضرب في 10، يبقى المفروض حرك العلامة العشرية خانة واحدة جهة اليسار، يعني معنى كده هنضرب في 10، يبقى هيبقى 2.24 في 10^18 مضروبة في كام؟ في 10. طب نيجي نضرب قلنا بنجمع الأسس، يبقى هنا 18 وهنا أس 1 يبقى 19 تديني 2.24 في 10^19. عندي حل بسيط ممكن ينفع مع بعض المسائل اللي زي دي، إن حضرتك بتحسبها بالآلة الحاسبة مباشرة
هتلاقي الآلة تديك الرقم اللي هو دوت مباشرة. لكن أحيانا لو قال لك أنا عايز الرقم ده باستخدام scientific notation ممكن ما يزبطش، فلازم حضرتك تحسبها يدويا. نأكد على موضوع scientific notation. لو أنا عندي رقم 30-40 وعايزين نكتبه بالscientific notation، فالمفروض ان احنا هنيجي هنا ونحط علامة عشرية. يبقى المفروض ان احنا هنضرب في كام؟ في 10 أس عدد الأرقام اللي على يمين العلامة العشرية، اللي هي هتبقى 3.40 من 1000 مضروبة في 10 أس 3، لأن احنا جبنا العلامة العشرية بعد 3 أرقام. طيب لو كان عندي الكمية دي وعايزين نكتبها باستخدام الساينتيفيك نوتيشن، يبقى المفروض ان احنا عايزين يبقى عدد صحيح واحد، يعني هنجيب العلامة العشرية هنا. يبقى حركنا العلامة العشرية كام خانة؟ ادي 1 2 3 4. بس هنا المفروض ان احنا حركنا العلامة العشرية جهة اليمين 4 اماكن جهة اليمين، يبقى المفروض ان احنا بنضرب في 10 اس سالب 4، يعني كأننا بنقسم على 10 اس 4. طيب التمرين اللي بعد كده بيقول لي الخمسين ميجا بايت اكبر من 100 كيلو بايت بقد ايه؟ يبقى هنقسم الكميتين على بعض، هنقول 50 ميجا بايت على 100 كيلو بايت. طبعا البايت دي هتطير مع البايت دي، ونيجي هنا الميجا هنا تعادل كام؟ يا ترى هو احنا بنتعامل مع فايل سايز ولا بيت ريت؟ بنتعامل مع فايل سايز حجم ملف، لانه هنا مفيش بيت بير سكند، فالمفروض ان دي تبقى 2 أس 20 ودي تبقى 2 أس 10. يبقى نقول 50 ضرب 2 أس 20 ضرب 8، اللي هي 8 بت اللي بتعبر عن البايت، او ممكن نلغيها مباشرة. طالما 8 في البسط و 8 في المقام ممكن نلغيها. يبقى هنقسم الخمسين مضروبة في 2 أس 20 اللي هي الخاصة بالميجا مضروبة في 8 الخاصة بالبايت على 100 مضروبة في 2 أس 10 الخاصة بالكيلو في 8، يعني معنى كده انه هيديني 5 من 10 في 2 أس 10 هتديني 512. الإجابة موجودة مباشرة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو أنا عندي رقم اللي هو 55.25 عايزين نقربه ونعمله راوندينج لثلاث أرقام صحيحة 3 significant figures. يبقى المفروض هناخد ثلاث أرقام، أدي الرقم الأول أدي الثاني وأدي الثالث، ونيجي نشوف الرقم اللي بعده اللي هو الخمسة دي. هل الخمسة دي تزود الصفر؟ احنا قلنا لو هو من صفر لاربعة ما يزودش، لكن الخمسة دي تزود الصفر، فيبقى كام؟ يبقى 5 5 1. وبعد كده الخانات اللي بعد الرقم اللي هي بعد الصفر اللي اتغير هتتحول لكام؟ تتحول لزيرو زيرو، والجزء العشر بيختفي، يبقى 5 5 100، وزي ما قلت لكم الجزء العشري ده بيختفي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي نوع النتورك الموضحة أمامك هي إيه؟ The following figure represent أي نوع من النتورك؟ هل هي ستار؟ أنا أعرف إن الستار دي بيكون فيها central device، يعني بيكون فيه سويتش أو هب أو راوتر. هل في هنا سويتش أو هب أو راوتر؟ طبعا لا. طيب الواي فاي انفراستراكشر مود، برضو الواي فاي انفراستراكشر مود بيكون فيه اكسس بوينت في النص، وكل الاجهزة لازم يكون فيها كارت شبكة واي فاي نتورك انترفيس كارد. طيب السماعات فيها كارت شبكة؟ لا، يبقى دي مش انفراستراكشر. طيب اكستندد ستارز؟ لا. طيب حضراتكم مش ملاحظين ان هنا في سماعات والسماعات دي بلوتوث؟ فمعنى كده ان دي هتكون بلوتوث بيكونت، وعايزين نراجع مجموعة من المعلومات على الشبكات من نوع البلوتوث. فهنا بيقول لي في حالة البلوتوث ما بتستخدمش كارت شبكة لكن بتستخدم مايكروتشيب. يبقى هنا بيقول لي بيتم استخدام مايكروتشيب شريحة إلكترونية بدل من كارت شبكة لاسلكي. طيب كمان بيقول لي انه في حالة البلوتوث فالمفروض انه اي جهازين البلوتوث أكتف فيهم ممكن يعملوا شبكة مباشرة، هيعملوا حاجة اسمها Ad Hoc Connection ويكونوا شبكة بيسموها
بيرسونال اريا نتورك اللي هي البان. وفي حالة البي كونكتا فالمفروض ان واحد من الاجهزة اللي موجودة عندي بيكون ماستر والباقيين بيكونوا سليفز. الماستر معنى كده انه هيتحكم في كل الاجهزة او يتحكم في عملية ارسال البيانات جوه البي كونكت دي. البي كونكتا اقصى عدد من الاجهزة اللي فيها بيكون 8. ليه؟ بيكون فيه واحد ماستر وبيكون فيه 7 سليفز. طيب عدد الأجهزة زي ما قلت لكم عدد الأجهزة 8 في كل بيكونت، وبيكون فيه مجموعة من البيكونت مع بعضهم بيسموهم سكاترنت. يبقى في حالة السكاترنت اللي هي مكونة من مجموعة من البيكونت، لو حضراتكم شفتوا الرسمة ديت دي سكاترنت 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 وهكذا، وكل سكاترنت بيكون فيها ماستر واحد ومجموعة من السليفز. وكل بيكونت عدد الأجهزة الماكسيمم فيها بيكون 8. النقاط دي كلها بتيجي اختياري فخلي بالكم منها. جاي بيقول هنا الواي فاي ديفايسز، أجهزة الواي فاي بتستخدم ايه؟ هل بتستخدم كارت شبكة ولا بتستخدم مايكرو شيب ولا ماستر يونت ولا راوتر؟ هو الواي فاي ديفايس المفروض انها بتستخدم كارت شبكة لاسلكي، لكن أجهزة البلوتوث بتستخدم مايكرو تشيب زي ما وضحت لحضراتكم في الفقرة السابقة. جاي هنا بيقول لي واحدة من الجمل التالية هي جملة صحيحة، وبيقول لي هنا في حالة الشبكة اللي نوعها ات هوك نتورك فإن أجهزة الستيشنز اللي موجودة عندي بتتواصل مع بعضها دايركتلي without the need for any intermediate or central devices. طب ماشي، ما هو ده فعلا كلام صحيح انه في الاد هوك نتورك كل جهازين بيتكلموا مع بعض مباشرة من غير ما يكون في اكسس بوينت، فدي جملة صحيحة. كمان بيقول لي في حالة الاد هوك نتورك بيسموها independent and isolated from any other network، يعني كل شبكة بيكون لوحدها وانا ما اقدرش اخلي الشبكة دي تكلم ديت الا عن طريق اكسس بوينت. وفي الحالة دي هنتحول من الاد هوك نتورك الى ما يطلق عليه الانفراستراكشر مود. طيب الجملة الثالثة، الاجهزة في حالة الاد هوك واي فاي بتتواصل مع بعضها عن طريق البرودكاست فاشن. نعم، لان كل جهاز بيبعت لكل الاجهزة اللي موجودة عندي في الاد هوك نتورك مباشرة. يبقى معنى كده انه الفقرة دي الحل بتاعها هو كل الاسئلة او كل الفقرات اللي هي الاي والبي والسي كوريكت. رقم 8 بيقول لي one of the following statements is false، واحدة من الجمل التالية مش مظبوطة، انه السكاترنت فيها اكتر من 8 نود. طيب هي كلمة سكاترنت هي عبارة عن مجموعة من البيكونت، واحنا قلنا ان البيكونت الواحدة فيها 8 اجهزة، يبقى هنا في 8 وهنا 8 وهنا 8، كل دول بيكونوا سكاترنت، يبقى اذا السكاترنت الواحدة هيكون فيها اكتر من 8، ده كلام مظبوط. طيب الـ ISM radio band هي unlicensed band. طيب قلنا الـ ISM جاية من كلمة industrial scientific and medical band، هي مجموعة من الترددات المستخدمة في النطاق او الاستخدام الصناعي والعلمي والطبي، فطبيعي دي unlicensed يعني حضرتك مش محتاج ان انت تشتري لها ترخيص من هيئة الاتصالات. الفقرة دي بيقول لي الكابلات هي عبارة عن guided media، وده كلام صحيح. طيب الجملة رقم C بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاتنويشن او مقدار الضعف في الراديو سيجنال بيكون اقل منه في حالة الإشارة اللي بتنبعت على الكابلات. طبعا ده العكس، لأنه الإشارات اللي بيتم إرسالها على الوايرلس مقدار الاتنويشن فيها بيكون عالي جدا مقارنة بالجايدد ميديم أو الكابلات العادية. رقم 9 بيقول لي عملية إكستراكتنج استخلاص الإشارة من الديجيتال أو من السيجنال عند الريسيفر بيسموها ديموديوليشن. احنا كنا قلنا ان فيه مصطلحين، مصطلح الموديوليشن اللي هو عملية تحميل او تضمين الرسالة الديجيتال على الكارير سيجنال
ودي بتتم عند الترانسميتر، وعند الريسيفر بتحصل عملية الدي موديوليشن، ان انا استخلص الاشارة الديجيتال اللي هي الزيرو والون من الكومبوزيت سيجنال او اللي هي الموديوليتد سيجنال. رقم 10 بيقول لي البوتينج بروسيس، عملية البوتينج او الاقلاع الخاص بالكمبيوتر بيتم تنفيذها بواسطة الرام. الفكرة كلها انه البوتينج بروسيس بيحصل فيها نقل للمعلومات والداتا اللي موجودة من الهارد ديسك وتنقل الى الميموري، وعند اغلاق الكمبيوتر بيحصل حاجة تانية فيها العكس، يعني بناخد الداتا من الرام تتنقل الى الهارد ديسك. التمرين اللي بعد كده بيقول لي عرف لي المصطلحات التالية. الداتا، كلمة الداتا هي عبارة عن representation او تمثيل للبيانات بحيث يمكن conveying نرسلها او نعمل لها processing او نخزنها. يعني انا عندي صورة، الصورة ديت هي الانفورميشن، لما حول الصورة دي لصفار واحد فيطلق عليها داتا، لان انا اقدر ارسلها واعمل لها manipulating وخزنها على الكمبيوتر. رقم 2 البفر. البفر هو عبارة عن مخزن مؤقت للبيانات. على سبيل المثال في حالة الطبعة بيتم وضع عمليات الطباعة في البفر وبيتم تنفيذها واحدة ورا التانية. يبقى أنا عندي دلوقتي برينتر وفي هنا بفر، المفروض أن أنا اديت للطبعة 5 عمليات، فالمفروض أنه 1 الطبعة بتنفذه والأربعة أو الأربع عمليات الطباعة موجودة فين؟ موجودة في البفر انتظارا لدورها، زي ما بيحصل كده في مثلا البنوك او عند موظفين خدمة العملاء. بتلاقي موظف خدمة العملاء واقف مع عميل واحد وبقية العملاء مستنيين دورهم، مستنيين دورهم فين؟ في البفر. يبقى اذا البفر هو عبارة عن جزء من الميموري اللي بيتم وضع فيه الملفات انتظارا لمعالجتها. جاي بيقول لي هنا يا ترى المصطلحات اللي جايه ديت بترمز لايه او اختصار لايه. البي دي اي طبعا جايه من كلمه بيرسونال ديجيتال اسيستنت، الوان كلمه وايد اريا نتورك، اللان يبقى لوكال اريا نتورك، البان يبقى بيرسونال اريا نتورك. طيب سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكتب لي وظيفه الكمبيوتر بورت. البورت هو عبارة عن منفذ بيكون موجود في خلف أجهزة الكمبيوتر وبيتركب فيه وحدات الإدخال والإخراج زي الـ USB port أو الـ FireWire port أو الـ Serial port والـ Parallel port. الـ USB port أو الـ port عموما المفروض أنه بيتحكم في عملية سريان البيانات ما بين الكمبيوتر نفسه وما بين وحدات الإدخال والإخراج. يبقى هنا بيقول لي البورتات او المنافذ بتتحكم في الفلو، يعني سريان الداتا ما بين الكمبيوتر وما بين الانبوت ديفايس والاوتبوت ديفايس، وكمان بتضمن ان الداتا دي بيتم ارسالها واستقبالها بصورة سريعة ومضمونة يعني موثوقة. يعني مثلا بتبعت 5 يبقى المفروض ان اللي انت هتستقبلها 5، مفيش داتا بتضيع في النص. هنا جاي بيقول لي اشرح لي كمان تأثير الـ ICT System أو أنظمة الـ Information والـ Communication Technology System على القطاع المصرفي، وده شرحناه قبل كده بس ممكن نقوله تاني. فهنا بيقول لي طبعا استخدام الـ Visa Card في عمليات الشراء، أو كمان نقول عملي استخدام الـ ATM أجهزة الصراف اللي هي الـ Cash Point علشان تسحب وتودع المبالغ النقدية، وكمان ممكن عمليات اللي هي الحجز لرحلات القطارات ورحلات السياحية والطيران عن طريق الانترنت. طبعا السؤال جاي هنا بيقول ليست اذكر فقط، وكمان بيقول وان امباكت، فحضرتك بتختار اي واحد من دول وتكتبه. كمان هنا السؤال جاي بيقول لي ليست وان ادفانتج، اديني ميزة واحدة لاستخدام النتورك. طبعا النتورك اهم ميزة ليها انها بتسمح لي بعملية مشاركة الريسورسز، الموارد المتاحة عندي. يعني انا عندي برينتر واحدة، البرينتر دي انا ممكن اعمل لها شيرينج
واسمح لمشاركتها ما بين الموظفين بتوع الشركة. برضو لو عندي هارد ديسك، ممكن الهارد ديسك ده يكون شيرد او مشترك ما بين موظفين الشركة. يبقى اذا الميزة انه الشيرد اكسس، الوصول المشترك لموارد الشبكة على سبيل المثال الطبعات والبرامج، او ممكن نقول شيرد اكسس للداتا والستورج اللي موجودة عندي. كمان وجود نتورك، يعني معنى كده ان انت هيبقى عندك خدمة ايميل وخدمة انترنت، ممكن المستخدمين الشبكة يبعتوا رسائل لبعضهم، ممكن يبعتوا او يعملوا شات مع بعضهم مباشرة حتى من غير انترنت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي list one requirement، قل لي شرط واحد او متطلب واحد للاعمال اللي المفروض انها عايزة تشتغل في مجال الاي كوميرس او التجارة الالكترونية. اول حاجة لازم الشركة دي يكون عندها مستودعات كبيرة علشان تحط فيها المنتجات. كمان لازم يكون في نظام توزيع للمنتجات فعال، يعني مثلا لو حضراتكم تسمعوا عن سوق.com، سوق دي هو عبارة عن موقع على الانترنت وعندها مستودعات في كل منطقة في المملكة، الناس بتطلب من الموقع وبعدين سيارات الشركة تروح توصل لهم المنتجات اللي طلبوها. كمان بيقول لي انه الشركة لازم يكون عندها منتجات موجودة في المستودعات بتاعتها بما يكفي الطلبات بتاعتها. يعني انا متوقع هنا ان ممكن 1000 واحد يطلبوا مثلا جهاز تليفون من نوع معين. افرض ان انا عندي 5 منتجات منه بس في المستودعات بتاعتي، هيحصل مشكلة. طبعا اخر نقطة ان الشركة لازم تضمن انه المنتجات بتاعتها دي او السلع هيتم نقلها للعميل باسهل واسرع الطرق، والا حضرتك هتعمل مثلا طلب لمنتج معين على الموقع ويجي لك بعدها ب3 شهور، يبقى ايه الفايدة من الموقع؟ طب انا ممكن اروح اشتريه يدويا او مباشرة من المحل بالشكل ده، هيكون اسرع لي. اخر سؤال جاي بيقولي اشرح لي الفرق ما بين البلوتوث وبين الانفراريد. الفكرة كلها انه في حالة الانفراريد لازم كل من السورس والديستنيشن يكونوا شايفين بعض، يعني الريموت كنترول والتلفزيون، علشان حضرتك تستخدم الريموت لازم يكون جهاز الريموت متوجه للتلفزيون عند اللمبة الحمراء بتاعته او الريسيفر، ده بيسموه لاين اوف سايت، خط النظر. يبقى هنا بيقول لي في الانفراريد لينك ماست بي، لازم يكون فيه دايركت لاين اوف سايت، لكن في حاله البلوتوث مش شرط. يعني مثلا سماعه البلوتوث والتليفون ممكن يكون ده في اتجاه وده في اتجاه تاني وهيشتغلوا مع بعض. كمان بيقول لي انه في حاله الانفراريد فان المسافه ما بين الكوميونيكيتد ديفايسز بتكون صغيره مقارنه بالبلوتوث. الانفراريد مثلا ممكن نقول متر، لكن البلوتوث ممكن نقول 10. يبقى اذا الفرق انه الانفراريد بتحتاج ان السورس والديستنيشن لازم يكونوا شايفين بعض، ده بيسموه لاين اوف سايت. كمان ان المسافه في حاله اجهزه الانفراريد بتكون صغيره جدا مقارنه بالمسافه في حاله البلوتوث. سؤالي اللي بعد كده بيقول لي اذكر لي الكومبوننت المكونات والسب سيستم الانظمه الفرعيه والمستخدمين اللي موجودين في الاي سي تي سيستم اللي هو الواتشنج تي في شانل. يعني لو حضرتك بتتفرج على تلفزيون اديني المكونات اللي ممكن استخدمها في الاي سي تي سيستم دوت. اول حاجه عندي اليوزر، وبعدين عندي جهاز التلفزيون، وكمان عندي الريموت كنترول بالاضافه للاريال او الانتنه بتاعتك، وكمان الشبكه اللي بتبث اللي هي برودكاستنج نتورك، شبكه البث التلفزيوني، والقناه اللي حضرتك بتتفرج عليها اللي هي تي في ستيشن. طبعا النمط ده من الاسئله انا اول مره اشوفه بصراحه، هو يمكن جديد او يمكن جه مره واحده بس في كوزة. السؤال اللي بعد كده ده سؤال اتكرر اكتر من مره، بيديك هنا البلوك دايجرام ويقول لك اكتب لي الوصف او الديسكريبشن الخاص ببروسيس معينه. فمثلا جاي بيقول لي هنا اشرح لي مانيبيوليتس
اللي موجودة في التشيك اوت تيرمينال. في حالة التشيك اوت تيرمينال اللي هو جهاز الكاشير، فعملية المانيبيوليشن بياخد البيانات الخاصة بالأسعار للمنتجات اللي العميل اشتراها، وبيديني الإجمالي، ويديني التشينج اللي هو الباقي. رقم بي بيقول لي manipulates اللي موجودة في الداتابيس سيرفر. في الداتابيس سيرفر اللي هو ورا هنا خالص، اللي هو هنا، فالمفروض انه العميل اشترى مكونات، يعني انا اشتريت 5 قطع وكان في المخزون في 10، فالمفروض انه السيرفر هنا هيخصم الكمية اللي انا اشتريتها من الكمية اللي كانت موجودة عنده، ويديني الكمية الموجودة فعليا. يبقى هنا بيقول لي modifies، بيغير الستوك ليفل اللي هو المخزون بعد ما العميل يشتري المنتجات. في الداتابيس سيرفر كلمة stores، store يعني يخزن، فالداتابيس سيرفر هيخزن ايه؟ والله هيخزن البيانات الخاصة بالمنتجات اللي موجودة عندي، واسعار المنتجات، وبيانات العملاء، والنقاط الخاصة بكل منهم، وكمية المنتجات عموما، يعني الكمية اللي موجودة من منتج معين وسعره، وهل في عرض خاص عليه ولا لا. حضرتكم ممكن تقعدوا تفكروا في الحاجات اللي زي ديت. اخر حاجة بيقول لي ارسم لي البلوك دياجرام ليه 2 يوزر، الاتنين دول بيتكلموا بعض باستخدام تليفون سيستم، واعمل لي اندرلاين تحت المين بروسيس. طيب يبقى هنا فيه اليوزر الاولاني وادي اليوزر الثاني بيكلموا، يعني معنى كده ان ده بيعمل سند وبيعمل ريسيف، يعني مثلا هنا بيتكلم وهنا بيسمع، وهنا نفس الحكايه برضو ممكن يتكلم وممكن يسمع. طيب هو هنا بيقول لي الاثنين دول بيستخدموا موبايلات، يبقى هنا ده هيكون هنا في الموبايل فون الاول، وهنا الموبايل فون الثاني، وكمان الاثنين بيستخدموا تليفون سيستم او هيستخدموا النتورك اللي هي التليفون نتورك. طبعا ده بلوك دايجرام سهل جدا، يمكن موجود في اول او تاني سيشن في المادة. يبقى الفكرة كلها هنا هيكون فيه التليفون الخاص باليوزر الاول، وهنا التليفون اليوزر التاني اللي ليه نفس المكونات، يعني نفس الاوامر اللي هنا او البروسيس اللي هنا هي نفس البروسيس اللي هنا، هي كمان نفس البروسيس اللي في النتورك، بس بينضاف عليها شوية حاجات تانية زي الكونفي. الكونفي معنى كده ان النتورك هتنقل البيانات ما بين الموبايل دوت وما بين الموبايل ده، هتعمل مانيبيوليت للداتا وتعمل سيلكت للروت، ودول الفرقين. يعني الحاجات اللي موجودة في النتورك مش موجودة في التليفونات، ان النتورك بتنقل البيانات من جهاز التليفون الاول لجهاز التليفون التاني، وانه بيكون فيه مسارات مختلفة لارسال البيانات، فهي بتختار افضل مسار. وطبعا حضراتكم ما تنسوش انه بيقول لي هنا اعمل لي اندرلاين، يعني حط لي خط تحت الكي بروسيس. ومن الواضح ان كل العناصر اللي موجودة عندي او معظمها هي كي بروسيس. وبكده بينتهي الكويز دوت. شكرا، سلام عليكم.